أنا بالنسبة لي اللاعبين الكبار السن يعني ما حبذ بقاهم والتجديد لهم. اللي هم تحديدا حمادي أحمد. قال لي ليش كابتن؟ هو قائد. قلت له عزيزي هذا في الموسم السابق لعب موسم كامل واخذ عقد ما يقارب 300، عنده هدف او هدفين؟ هدف او هدفين؟ ما متاكد بالضبط يعني هدف أو أكثر, اكثر 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 ثلاثة يعني اكثر شيء ثلاثة على 300 زي. يعني الجول يطلع ب 100 مليون. قلت له اموال ناس، اموال دولة، اموال نادي، ما يصير. هذا اللاعب عطاء. يعني انت جاي على حمادي؟ لا إيه؟ لا مو جاي على حمادي، العطاء العطاء نبض عطاء انتهى. قال لي شنو هذا؟ حماد انتهى؟ قال لي انت، قلت له انتهى الان، هو الان يفضل عليه ان يركن. قال لي كابتن مو هذا رمز؟ قلت له انا على راسي، رمز الان يعمل بالجهاز الاداري، يعمل مدرب للرديف، المفروض الان يركن، ما يصير انا لاعب عنده هدفين او ثلاثه اعطيه 300 مليون. قلت هذا انا الان مؤتمن، انتم من خليتوني اتخذ قرارات؟ زين الخبر السرب مال حمادي. وصل الحمادي بدت الفعاليات.